انا بقى من الحاجات اللي انا متعجب ليها جدا فكره خداع الاقمار الصناعيه. هم كانوا بيراقبوا كل حاجه عندنا بالاقمار الصناعيه، احنا ازاي قدرنا نخدع الاقمار الصناعيه على الرغم ان هي بتصور كل المعدات وكل التحركات بالتصوير الحراري؟ ما هو احنا قلنا من النهايه زي ما قالت جمانه ان شايفك بس مش مصدق. انت رايح كل اللي انت بتعمله ده السادات كيسنجر ايه يعني جولدا مائير لما اجتمعت في بتاع مجموعه الكابينت او المطبخ بتاعهم ده تقول لا 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 كيسنجر قال لي مش هيحارب، يقولوا لها ده القرائن والمعلومات كل دي شواهد على انه هيحارب، تقول لهم لا ده هي اللي بتقول وديان نفسه كان بيقول. فهو اقتنع ان لا ده مش حرب ده تدريب. اقول لك على حاجه من غير ما احلف، الطياره اللي انا داخل بيها يوم 6 اكتوبر طياره هليكوبتر في الكابتن وفي الكوبايلوت او اللي هو المساعد بتاعه ده بيميل عليا واحنا طايرين فوق الخليج ومعديين والطيارات بتضرب فينا الاسرائيليه، بيقول لي المشروع ده يخلص امتى؟ اقسم بالله العظيم ده حصل. شوف يوم 6 احنا مداخلين، شوف الناس كل احنا عندنا نفسنا الناس مش مصدقه. تخيل بقى ان الطيار المساعد بيجي كده في ودني وبيقول لي هو المشروع ده هيخلص امتى؟ يعني مشروع. احنا اتقنا عمليه الخداع في الداخل والخارج. ان الناس كلها ما كانتش مصدقه، يعني المشير الجمصي في لا ده مش المشير الجمصي، ده الله يرحمه الرئيس حسني مبارك وهو قائد القوات الجويه، المساعد بتاعه عايز يطلع يعمل عمره فعمال كل شويه يجي له يقول له مش عارف ايه، ما قالوش لحد ما الحرب قامت، قال له ان شاء الله انه بنطلع نعملها سوا. فادي في ناس انت لحد رقم اتنين انت مش قايل له، في واحد عارف وفي واحد مش عارف، واخد بال حضرتك؟ ده فيما هو يعني كان ممكن بقى خلاص الحرب دي اتكشفت فعلا. وده الكلام اللي قايله المشير الجمص في كتابه حتى. اللي كان في اتفاق بين الرئيس السادات والرئيس حافظ الاسد، لان روسيا ما نقدرش نخبي عليها والا ده هي اللي هتمدنا ولازم الامداد اثناء الحرب ده، ان الاسد يقول يجيب السفير الروسي يوم 4 اكتوبر ويقول له احنا هنحارب يوم 6، واحنا نجيب السفير يوم 5 ونقول احنا هنحارب بكره. سوريا اول ما قالوا للسفير الروسي احنا هنحارب يوم 6 راحوا باعتين الطيارات العملاقه بتاعتهم تلم الروس من مصر ومن سوريا. كل الكلام ده كانوا يعني ايه ده كان كافي جدا يكشفنا عايز شواهد اكتر من كده ايه، انما الحته اللي ايه يشوفه مش مصدق او يقتنع ان هو اللي شايفه هو الحقيقه، احنا بنوريله اللي احنا عايزينه. ما هو لا يقول لك ده هم المصريين يعني ايه ده بيزودوها شويه يعني ان احنا هنحارب، لكن مش لا 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 انا يعني هو كده جولدا ميرتم لا 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 ده كيسنجر قال لي، وديان بيتكلم لا انا عارف المصريين، كل واحد بيتكلم بقى بلسانه هو. فده كانت قمة كمان يا البراعة انك تقنعهم بعكس ما تريده. طبعا هو في اكتر يا فندم من انا وانا بتدرب على موضوع تدمير خط بارليف في جبل في حلوان، فنلاقي ان طبيعه التربه غير ملائمه، فاروح هناك في جزيره البلاح قدامه الناحيه الثانيه وانا بتدرب وهو شايفني. ما هي ما بقول لك انت خليته يشوف كل حاجه. ده مش ده هقول لك على حاجه، احنا رحنا جايين حاطين مواقع هيكليه بتاعه صواريخ قريبه من القناه، هم شايفينها كويس قوي وهم سعداء جدا، يقول لك شوف المصريين مكشوفين بيكشفونا قواعد الصواريخ الهيكليه دي كان فيها معدات العبور، انت حاططها انها باين انها قاعده هيكليه، فهو بيشوفها ان بيضحكوا علينا ان احنا نشوف المصريين لعب، قال يعني مش هنكشف ما باين انها هيكليه واحنا حاطين جواها معدات العبور، ما طلعتش الا ساعه العبور هوب طلعت من القاعده نزلت على القناه. فلا كل خطه وايه وبقول ايه كل خطوه من دي العقل البشري فيها اشتغل لابعد مدى بذكاء وبحريه. انت اطلقت مبدا من مبادئ الحرب اسمه المرونه. المرونه مش ارض، المرونه فكر. صحيح، واخد بال حضرتك؟ فاحنا مبدا المرونه ده نفذناه ببراعه. عشان كده يا فندم حتى الان يعني وما النصر الا حرب اكتوبر طبعا ونعم بالله، وحرب اكتوبر حتى الان بكل عناصر نجحنا فيها بتدرس حتى الان في كل الكليات العسكريه في العالم. انا بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر اللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق بالقوات المسلحه واستاذ العلوم الاستراتيجيه باكاديميه ناصر العسكريه العليا.